هذا يسأل عن إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة، وإزالة شعر الساقين والذراعين والجسم، أما شعر الوجه فلا يجوز إزالته، لأن هذا هو النمص، هذا هو النمص، فلا تزيل شعر وجهها إلا إذا كان مشوها، إذا كان خارج عن العادة ويشوه وجهها فلا بأس أن تزيله، أما إذا كان إنه عادي ولا يشوه وجهها فلا يجوز لها إزالة، لأنه يدخل في النمص. النمص هو إزالة شعر الحواجب، ويدخل فيها أيضا إزالة شعر الوجه المعتاد عند بعض العلماء. إزالة شعر الحواجب هذا نمص بالإجماع، أما إزالة شعر الوجه فيرى جمع من أهل العلم أنه أيضا من النمص، فالمرأة تتجنب هذا. أما إزالة بقية شعر الجسم الساقين والذراعين فلا بأس بذلك، ما في بأس. نعم.